السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في 4 أنواع من فيتامين بي 12 موجودة في الأسواق، لازم تعرف الفرق ما بينهم. هقول لك الفرق ما بين الـ4 أنواع: النيوروفيت والنيوروتون والنيوربايون والنيوروروبين. لو اتكلمنا عن الـ4 أنواع مش هتلاقي في فرق ما بينهم في تركيز فيتامين بي، لأن الأربعة فيهم فيتامين بي 1 وفيتامين بي 6 وفيتامين بي 12، لكن في فروق ما بينهم مهمة جدا لازم تعرفها. بالنسبة للنيوروتون أقراص هتلاقي فيه فيتامين بي 2 وحمض فوليك، وده مهم جدا مع فيتامين بي 12 في حالات الأنيميا. الـ3 أنواع التانيين ما فيهمش فيتامين بي 2. النيوروتون أمبول فيه 3 حاجات مهمين جدا: أول حاجة ما فيهوش فيتامين بي 2، تاني حاجة ما فيهوش كحول بنزيل عشان كده آمن للحوامل والمرضعات، تالت حاجة فيه مادة الليدوكاين، ومادة الليدوكاين ديت مخدر موضعي علشان كده ما بتحسش بألم أثناء الحقن. أما بالنسبة للنيوروبايون والنيوروروبين، الاثنين بيستخدموا العلاج التهاب الأعصاب الطرفية، لكن في فرق ما بينهم. النيوروروبين فيه مادة الليدوكاين المخدر الموضعي عشان كده ما بيسببش ألم، أما النيوروبايون ما فيهوش مخدر موضعي وبالتالي بيسبب ألم. النيوروروبين ما فيهوش كحول بنزيلي علشان كده آمن للحوامل والرضع والأطفال أقل من 5 سنوات، أما النيوروبايون فيه كحول بنزيلي علشان كده مش آمن أثناء الحمل والرضاعة وللأطفال أقل من 5 سنوات. دي أهم الفروق اللي ما بين الـ4 أنواع من فيتامين بي 12 اللي موجودة في السوق: النيوروتون والنيوروفيت والنيوروبايون والنيوروروبين. كده يبقى انتهينا من الفيديو بتاع النهاردة. كل يوم بنقدم معلومة مفيدة على قناتنا، قناة الدكتور طارق تركي. بتمنى يكون الفيديو عجبك وأفادك، ولو عجبك وأفادك شيره لغيرك وانشره للآخرين عشان يعرفوا المعلومة اللي انت عرفتها في الفيديو ده. بتمنى لكم الصحة والعافية. كان معاكم دكتور طارق تركي، استشاري راحة العظام والعناية بالقدم والقدم السكري. سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.